فورا نشر سعد المجرد منشور عبر حسابي على انستغرام يدعو فيه جمهوره لتكثيف الجهود لايصال اغنيه انت معلم لمليار مشاهده تحت عنوان قوتنا واحده لتكون اول اغنيه عربيه تصل للمليار، حتى لبى جمهور سعد الدعوه في كل بلدان العالم اكثر من 30 دوله. اصبحت كل صفحات فان سعد والمجموعات في مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بحمل الدعم للاغنيه. بالإضافة إلى جمهور سعد، انضم إلى الحملة مشاهير المغرب والعالم العربي لدعم سعد وأغنيته أنت معلم، وبعض المحطات الإذاعية كشذا اف ام لم تتأخر عن الحملة، وكذلك صديق سعد الدكتور ناجي، وكذلك الفنان المغربي الشاب يونس، والفنان محمد نوبال، وكذلك الفنانة جليلة، وكذلك الإعلامي المغربي وصديق سعد رشيد الإدريسي. سيدنا السلام عليكم، مساء الخير دغيا بالزربات. انا كنضم صوتي لصوتكم مجموعين اللي فان ديال سعد المجرب. يلا اسيدي، الحمله ديال 1 مليار دو فيو بور معلم، يلا طلعوا لي اللعيبتي كان عماس.